حضور الجماهير لا يقل ابدا عن 35 الف متفرج في لقاء اليوم. بواتينج امام انطلاقه الميلان في موقف صعب يحاول العوده. اوه اوه يا سيدورف يا لعيب الله على سيدورف وعلى المهاره وعلى التسديده وعلى بقى الخبره الكبيره امامنا من هذا النجم الهولندي الكبير. يعادل النتيجه عدم ترك المساحات، ذلك ما قاله المدرب بيولي. والهدف الثاني ليه في 8 لقاءات كان قد سجل في مرمى تشيزينا، واليوم يسجل امامنا سيدورف. لكن شوف بواتينج وشوف سيدورف استلم ازاي، وفي مساحه ومفيش ضغط هنا وحطها حلو حلو قوي. هدف التعادل ياتي في الدقيقه 17 من تسديده لا تصد ولا ترد من بقى ايه يعني نجم الكره الهولنديه اللي بيذكرنا بقى بتسديدات النجوم الكبار اريهان، وطبعا النجوم الكبار في كره القدم.